اثيوبيا ما راحتش، هناك بعض التحليلات شايفه ان الموقف الداخلي في داخل اثيوبيا وفي ما يشبه الاضطرابات ده معرقل الحكومه على انها تسيب الاحداث داخل اثيوبيا وتروح توقع مثل هذا الاتفاق. لكن هناك مفاجاه ان مصر وقعت بالاحرف الاولى. مصر وقعت على الاتفاقيه. ووزير الخزانه الامريكي قال لن نسمح ان اثيوبيا تملى خزان صد النهضه دون الالتزام بمبادئ هذا الاتفاق. طبعا التصريح ده ما عجبش الجانب الاثيوبي وانتقده. وذهب وزير الخزانه الامريكي الى ممثلي الحكومه المصريه اللي هم وزير الخارجيه وزير الري ووقعوا نيابه عن مصر بالاحرف الاولى على هذا الاتفاق. ماذا يعني التوقيع بالاحرف الاولى؟ يعني هل ده ملزم لينا او ملزم للناس تانية؟ مصر بتقول لك احنا كده والله بنقول للعالم كله ان احنا لجأنا للسلام ورحنا لواشنطن، يعني من الاخر بنكشف موقف الجانب الاثيوبي امام العالم كله. احنا مش عايزين حاجه غير مصالح اثيوبيا ومصالحنا. واحنا حسن النيه ووقعنا الاتفاق. ماذا يعني التوقيع بالاحرف الاولى؟ وما معنى كلمه التوقيع بالاحرف الاولى؟ معايا على التليفون الدكتور مساعد عبد العاطي عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه للقانون الدولي. مساء الخير دكتور مساعد. مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي واحترامي لحضرتك وللساده المشاهدين. ماذا يعني التوقيع بالاحرف الاولى؟ التوقيع بالاحرف الاولى وفقا للماده 12 من اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام 69 حضرتك، يعني ان هناك تفاوض معين بين مجموعه من الدول او دولتين، وانتهى هذا التفاوض وحسمت نقاط التفاوض الاساسيه، وبالتالي يوقع من الحرف الاول او ما يعني التوقيع المبدئي الى ان يتم اقراره بواسطه السلطه المختصه داخل الدوله التي وقعت توقيع اولي او توقيع بالاحرف الاولى. ومن ثم هو لا يلزم مصر الا اذا دخل التوقيع هذا حيز النفاذ باعتماد السلطه المختصه في مصر، وفي نفس الوقت حضرتك يمكن ان يتم اجراء تعديلات عليه طالما لم يصل الى مرحله التوقيع النهائي، وده حضرتك لابد ان يكون مسوده الاتفاقيه الاصليه اللي كانت تتوقع عليها اثيوبيا تجيز هذا التوقيع بالاحرف الاولى. وبالتالي هي خطوه مهمه جدا ان مصر سبقت هذه الخطوه، لا سيما للاسف ان السودان لم يوقع على الوثيقه وابدى ملاحظات، برغم ان الاضرار نعلمها جميعا، الاضرار او الضرر الاخطر على مصر من الناحيه المائيه، الا ان عموما يعني لو خلصت كل حضرتك التوقيع بالاحرف الاولى هو توقيع مبدئي لا يلزم مصر الا اذا تم اعتماده من السلطه المختصه، هو الرجوع الى السلطه المختصه داخل الدوله المصريه. طب هل هذا التوقيع يلزم اثيوبيا؟ لا يلزم اثيوبيا. طيب موقف اثيوبيا امام القانون الدولي ايه؟ ان في اتفاقيه ولازم توقع. ولكن محمد، ولكن دعني يعني افسر واحلل يعني سؤال حضرتك الوكيل والسؤال المهم للعامة المواطنين والعامة عموما. ادخال القياده السياسيه للبنك الدولي حضرتك وامريكا في هذه الوساطه اجراء مهم جدا من الدوله المصريه. لماذا؟ لان البنك الدولي حضرتك هو الجهه الدوليه الوحيده التي تملك الاختصاص الفني من حيث اللوائح الفنيه والمؤسسيه فيما يخص اقامه المشروعات المائيه على مستوى العالم. وايضا ادخال الولايات المتحده الامريكيه كقوه عظمى مهم جدا من ناحيه الباور السياسي والدبلوماسي والتاثير للموقف المصري والمطالب المصريه. كون حضرتك ان الاطروحات والحلول تقدم من الاداره الامريكيه والبنك الدولي ومصر توافق عليها اللي هي في حاله دوله المصب، ده يعتبر انجاز سياسي مهم جدا وقانوني من الدوله المصريه. هو لا يلزم اثيوبيا تمام، ولكن ايه ما هي الفائده التي تعود على مصر طالما اثيوبيا مش ملتزمه؟ اللي هيعود على مصر حضرتك ان اولا ده يستوجب
الى نقطه اخرى، ده يستوجب ان الدوله المصريه المفروض حالا ان تقوم بالترويج للمسالب الاسلوبيه اللي كنت قلناها مع سعادتك قلناها من سنوات، وتعرض حقيقه الوضع وحقيقه الانتهاكات الاثيوبيه، لا سيما حضرتك الخارجيه الاثيوبيه، الخارجيه الاثيوبيه منذ دقائق اعلنت انها ستقوم بالملء في يوليو القادم، ويعني منتهى التعسف والانتهاك. ما اعود لحضرتك على الاجابه واكمل واقول تملك القياده السياسيه ان توظف هذا التوقيع بالاحرف الاولى وسط التعنت الاثيوبي على كافه المحافل، المنظمات الاقليميه والمنظمات الدوليه، وتستطيع ويستطيع صانع القرار السياسي حضرتك ان يتخذ اجراءات لحمايه الامن القومي، الامن المائي المصري جزء من الامن القومي والوجود الدوله المصريه في اطار هذا التعسف. لكن اؤكد مرارا ومرارا ان الامر يستاهل يا فندم لجنه وطنيه تتبع مؤسسه الرئاسه تساعد القياده السياسيه لاثيوبيا. استبقت حضرتك اثيوبيا رغم الانتهاكات الجسيمه لقواعد القانون الدولي تجد في تنظيم مظاهرات للاثيوبيين في واشنطن، يعني استطاعوا الجانب الاثيوبي للاسف استطاع انه يشرح للعالم في صوره مخالفه للحقيقه ان مصر ضد التنميه، ان مصر تقيم مشروعات صحيح. يعني فاذا حضرتك التوقيع بالاحرف الاولى نستطيع كدوله مصريه ان نوظفه على كافه المحاور، وصانع القرار السياسي يملك الرؤيه الواسعه. دعنا ننتظر الايام القليله القادمه ونشوف رد فعل الدولة المصرية. بشكرك دكتور مساعد عبد العاطي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، لكنه هو موضوع مهم جدا. مصر بتحاول تثبت للعالم كله، ده كلام مهم جدا، ان أثيوبيا متعسفة، بقالنا سنوات كثيرة عمالين نتفاوض، دخلنا في 7-8 سنوات، وكل ما نروح نعمل نظرية حورين يا طيطة وامريكا تدخلت. بس عايز اذكركم ان كان في تصريح